السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ كوكي كوكي كيتشن. اليوم ان شاء الله راح نديرو مع بعضنا رز بسمتي، الرز اللي في الفرن. وصفة تهبل رائعة، بنينة بنينة بنينة. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتشاهدوا الفيديو للاخير. نمر مباشرة مع المقادير. عندي هنا كمية من الدجاج، انا قطعته كيما هكا قطع صغار. التوابل اللي نحتاجها للتتبيلة الدجاج تاعنا، عندي هنا زوز صوص تاع ثوم مرابيين، عندي هنا توابل الدجاج راني شريتهم من السوبيغات يعني تباعوا كيما راهم، عندي شوية كركم، شوية زنجبيل، شوية فلفل عكري، شوية ملح، ورقة تاع الرند. هنا الخضار اللي راح نديروها في الروز تاعنا، البصل، عندي جزر مقطع صغير، عندي نص كعبة كورجات مقطعة صغير، نص كعبة فلفل مقطعة صغير، وعندي كمية من الزيتون الأخضر. عندي هنا مغرف كبيرة تاع الطماطم، مغرف صغيرة هريسة اختيارية، وعندي هنا مغرف صغيرة تاع لاموتاخت. بلا ما ننسى الروز هذا البسمتي، أنا نستعمل هذا الوسام، هذا الروز رائع. بلا ما ننسى الزيت، راح نتبلو طرف تاع الدجاج تاعنا، نديرو لهم لاماغينات كيما عودتكم، التوابل اللي ذكرتها سابقا مع الثوم، نحط كذلك الطماطم والهريسه ولا متاغد. يعني لا متاغد هنا راح تلعب دور كبير في الدجاج، راح تطريه وتزيد له في البنه. نحط الخل اللي كنت نسيته ايضا في المقادير، الزيت الكميه الكافيه باش نقدر نخلط الخليط تاعي. نخلط مليح التتبيله مع الدجاج، نخلطهم جيدا، نغطي عليها وندخلها الان للفريجيدار مدة مينيمم ساعة تتشرب هذيك التتبيلة جيدا، ومن بعد نرجع لكم. بعد ما تنكه مدة ساعة في الفريجيدار، جبته وحطيته في قدر وشعلت عليه النار ونخليه يتقلى ابتفاع على مهلو مليح. الدجاج تاعي راهو تقلى مليح، نجي الان نضيف له هذيك الخضار كامل اللي كان سبق لي ذكرتها لكم مع الورقة تاع الرند، ونخليهم كذلك يتقلاو وياخذوا وقتهم مليح. من جهه حطيت ماء يغلي في القدر، وراح نحط له دركة او قاعد يسخن، حنحط له شويه تاع ملح، وراح نزيد له شويه تاع زيت، ونضيف الرز تاعي ديريكتومون في هذاك الماء يغلي. ليه يغلي المده الكافيه حتى يطيب واحد ربع ساعه هكاك، ونشوفوه كي نقاوه طاب نمسو الكعبه، كي نقاوها طابت نصفيوه كاس ونحطو فوقه الماء بارد باه تحبس عمليه الطهي. الخضره تاعي راهي تقلات مليح مع الدجاج، نجي دركا نمرقها بكاس تاع ماء يعني ولا زوز كيسان ماء، بحيث انها دير لنا صلصه، ونخليو الدجاج تاعنا يطيب في غردو مع هذيك الخضر. ها هو بعد ما طاب نجي نفرغه الان في بايغيكس، نحط له مغرف تاع زبده ونخلط مليح. كيما قلت لكم انا صفيته وزدت له شويه ماء بارد، نفرغ فوقو هذيك الصلصه اللي كنا طيبناها تاع الخضر والدجاج، فرخها كامل. خلط المزيج كامل مع بعضه، الرز مع هذيك الخضره مليح، الرز تاعي طايب، الخضر طايبه، الدجاج طايب، ندخلوهم غير يتجمروا مليح في الفرن. ندخلو للفرن يتجمر ويشرب هذيك الصلصه مليح ويتحمر لي هذاك الدجاج، ونرجع لكم. يعني خرجته من الفرن، هنايا انا دخلته للفوخ ونتفكر الجلبانه. طبعا الرز يمشي مليح مع الجلبانه وانا نحبه بالجلبانه، ضفت له هذيك الجلبانه لي بتي بوا، وكيما قاعدين تشاهدوا ها هو الرز تاعي بعد ما تجمر، شوفوا كيفاه جا كل الكعبه وحدها
طعمه ولا أروع، صدقوني رائع رائع رائع. وصفة هادئة خفيفة ظريفة، إن شاء الله تجربها وتنال إعجابكم. أنا مقدرتش نصبر، لازم ندوق. صراحة طعمه رهيب خرافي. أنا نحطه لكم في صحن التقديم وتشوفوه واش الراس تاعي. ها هو في صحن التقديم كما قاعدين تشاهدوا فيه، بنته خرافية، لازم تجربوه. كل كعبة وحدها. الرز البسمتي رائع رائع رائع، ومن أجود أنواع الأرز. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاعي تاع اليوم تكون نالت إعجابكم وتجرباها وتعطيوني رأيكم، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله، ومزيد من الوصفات الرائعة والسهلة.